لو كون يا طفل عندك دراية تهز الوصاية وياك تعواش بيك الثنايا، وياك راي الثنايا خطيرة على كل شيرة، وهرب من أهل الكروش الكبيرة أغلال الدبيرة، أما الوقت عنده محاكي كثيرة أمواجة خطيرة، وابعد من السو ودفن جميلة، وهذه الوصاية وياك من شمت عرض الولاية، وياك من شمت بعد المغيبة جريمة ومصيبة، وقلبك إذا مرض يصعب طبيبة، أما العيب في الوجه يقعد هزيبة كما لون شيبة، اللي كثر الهيت يفقد حبيبة بكثر السوايا، وفي الناس تخيب فيه النوايا، في الناس تخيب فيه الطبايع وشين الصنايع، وتلقاه مهموم ما هو شريع، وفي القلب قداش عنده لوايا بكثر الفجايع، والعمر يا كبد يمشي سوايع، ولازم نهاية ولسبد بالموت توفى المناية، كل حي بالموت يحبس رحيلة ولا تفك حيلة، وياك مهل الخدم الرديلة، إذا كان من فيك سبك جميلة وروحك فديلة، وياك ما تتعزل من الغبيلة أطباع الدويلة، والدصل معروف عندك أصيلة، وهذه الحكاية، وبالخير تبغى المخازن ملاية، بالخير تبغى مخازن كثيرة تفيض الغديرة، أما الشر على البيت يرجع دميرة، إذا هب الشيرة وفي العيب ما تقول هذه صغيرة، وحل البصيرة إلا الله معبود لا حد غيره، اللي عنده دراية وبالعلم يغرى زمانها غراية، بالعلم تغرى محاكي عربنا وسيرة نسبنا وكيفاش كانت زهاوي طربنا، واليوم عن واش منها هربنا ومنه القلبنا، من الجهل والذل هو سببه، ويا طفل حب الكراسي غلبنا وكثر المنايا، من الهم عدنا وزايا شلايا، كانوا العرب فوق راس العلالي والدم غالي، من الزير حتى ذياب الهلالي، وجساس في الخيل يلطم يكالي بدق العوالي، وعنتر وعروة علي من حكالي، واليوم الأيام عكسة التالي، ولا ما بغالي نبكي من الهم ضاقت حوالي، نبكي من الهم ضاقت حوالي، وهاك الوصايا صلاة النبي نور فوق الضوايا، صلاة النبي نور يشعل شعيلة وضو الفتيلة، صلاة النبي فجر من عقب ليلة، صلاة النبي طب نفس العليلة وهو الوسيلة، صلاة النبي واد يدفع بسيلة، ومال الكفاية وبالجيم واللام تغرو وسمايا، وبالجيم واللام تغرو وسمايا، ولو كان يا طفل عندك دراية تهز الوصايا وياك تعود.